على خسارة الحكم عليك أغني واحدة من أغانيك بصوتي. إذا أنا خسرت إذا أنت خسرت، وإذا أنا ربحت، وإذا أنت ربحت تختار أي أغنية أنا أسوي لك إياها، يعني أي فنان تقول لي سوي هاي ما تسويها بصوتي. خلاص تمام، أبشر. يلا تمام، اتفقنا. أنا عاجبني جولتين سيت نلعب سيت كامل. أنا عاجبني أغنية الميزان، أبدأ أسويها والله. يلا يلا أبو شاهين، دقيقة بس، وين الشسم مالتي؟ يلا يلا شباب، تكبيساتكم الحلوة، لازم نفوز. الميزان في خطر. لازم هذا الجولة نوصل مليونين تكريس. خلود يا خلود، شكرا والله الشغل قسم بالله انتبهوا. ها شو ما نخسر، ها صقر العراق، ارحب يا خلود صقر العراق، شكرا والله شكرا، ارحب يا خلود صقر العراق، خلود شكرا خلود يا خلود ارحب يا خلود، حيك يا خلود، لا انت والله قايل
والشعب همته همت طويت وعدى على نجم الجدي والثرى آخر ثواني لا تحسدونه يا عمو المخالي تعلف خلود يا خلود شكرا قايد وشعب مهم خلود وصقر العراق سنايبر عشتار على نجمة الجدي راح يجحفلون ترى راح يجحفلون لا تحسدونه يا عمو المخالي حيث تعلى فوق وانتم هنايا مرحبا خلود شكرا شكرا جنرال العلم زبيدي مصطفى خلود وصقر العراق سنايبر وعشتار وأحباب الروح تكبيساتكم الحلوة شكرا والله جميعا بيض الله وجيهكم والله ما قصرتوا رياض رئيس أبو شكرا حبيب قلبه أبو النوف جاك كرار النجف ستيفين أوكي أمر أبو خطاب أبايب شيراط خلني نوصل رقم 15,000 أبايب قلبي الخشين البرينس كل الموجودين يهجز اللسان عن ذكر الأبطال كفو يا أبطال شباب تابع الداعمين شكرا للكبس الشير الكل على رأسه رحم الله أديكم والله كفو اللي عندي عدو شاين باقي لنا سجولة ثانية ونفوز إن شاء الله يلا تعال يلا يعني شباب إذا يردون نقضوك اليوم ما أغني الميزان أحكي لك صراحة شنو؟ ما أغني أغنية الميزان لأن أغنية الميزان راح أصعدها صعدة كلش قوية والله نتشرف نسمعها بصوتك أبو شاهين حبيبي على راسي حبيبي أنا بخدمتك تأمر أمر حبيبي قلبي مضرب يا شباب كلا ترقى سلام من أين عدت فايحين أشوف لي رسم تبي تكبيساتكم الحلوة تبي تلة رقاب والروس لا من أين عدت أي شيء من أبو شاين حلو وهذا الكلام بس رغم هذا ما راح يربح ويجمد على شناب إن ما لتف هالوقت ننتفهم الحين يا داينا حرا على راس مرقاب لحام شاف عدا دون صغيرين يا داينا حرا على راس مرقاب لحام شاف عدا دون صغيرين قفاز الدبل وقتي على الحبر انزل عقاب واحشم لحرجال نعزات وفين يا هو 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 صقر العراق عيوني خلود يا خلود شكرا سكر العراق عيوني خلود خيال ارحب يا خلود رجال اللي من الله حيت يا خلود من الله ايتها لا مر زوري قل لهم خلود يا خلود حيت انت والله شكرا ارحبي تدري فتراب يفضح باقي جسمها ولازم تبين شكرا شكرا بيض الله وجيه الله شكرا شكرا سكر العراق خلود هذاك شرع وهذه عندي القوانين مرحبا يا خلود حيت يا خلود والله شكرا والله ما تقصرين عيوني شكرا شرعي مرحبا يا سكر العراق مرحبا تفاخر بالالقوانين
ارحب عيوني حيك صقر العراق خلود يا هو يا هو يا هو شكرا شكرا يا رب احنا بالتوبة الثانية ها شكرا شكرا والله ما قصرتوا جميعا خلود وسكن العراق الله حب كبير احباب الروح تكبساتكم الحلوة يابا حبايب شيرات 11000 نوصل 15000 شير ممكن ممكن ولا مش ممكن لحظة بس انتبهوا آخر دقيقة ها انتبهوا الصمت عن بعض البشر يعتبر جهود ما كل هرج يستحق الإجابة وإذا نشب للعقرة فلو انتبهوا آخر ثواني صدق العراق خلود والله شكرا والله شكرا ما تقصرون والله ارحب يا خلود اخر ثواني واذا نشب للعقره بل ومقروض عن الوحل ما تسمو ولا السحابه رد ممكن ينقصك وانت في زود ارحب يا عزيز شكرا والله شكرا شكرا والله جميعا ما قصرتوا خلود وصقر العراق عزيز خيال عمر شكرا احباب الروح تكبيساتكم الحلوه والله شكرا ما قصرتوا جميعا رافد الرسام كل الموجودين والله شكرا شكرا جميعا بيض الله وجهكم حب كبير والله كل الابطال شباب تابع الداعمين كود كل داعم يصير عنده 30000 رحم الله والديكم يا ابطال واللي ما ذكرت اسمه يعني يعجز اللسان عن ذكر الابطال الف رحمه على والديكم يا شباب كل على راس الكبس الشير اللي صمم الموجود باللايف الكل على راسه ربي يحفظكم ان شاء الله رحم الله والديكم يا شباب راحت مني يا عمار راحت مني اغنيه الميزان والله ابو شاهين لو غنيتها شلون راح تغني راح تغير اللي شو اسمه لا عذره تسولك اياها بصوتي حبيب قلب الجنرال البطل الف رحمه على والديك وبحه وسوالف شكرا والله جميعا هلا اشوفك كاريوكي الميزان كاريوكي الميزان انا دز لك كاريوكي اصلي شنو الحكي هذا دز لي يا عم دقيقه دقيقه وين دقيقه ميزان لو اريد انتقم من ناصر اول شيء اريد انتقم من ناصر راح انتقم من ناصر شنو راح تنتقم شنو راح تسوي انت ها دقيقه راح ادزلك اياه على الواتساب الله شوف اي دز لي اياه دقيقه داريوكي الميزان لا انطيك اياه هيك لحظه حلو 3 مليون ما شاء الله واصله اشتيله اي والله اي والله يعني الحمد لله تستاهل تستاهل اكثر حبيب قلبي تزيد لي اياها دقيقه هسه يجيك هو الرجال يقول مباشر تحجون زين الحكم الأول أنا جاهز لتنفيذ الأحكام تفضل عيوني والله شو اسمه وصلت باوع رفض الانضمام لا يجوز شبكه هسه جابوا شاين دقيقه بس
ما قابل والله هاي قدامك. صاعد ويا بنيه في استضافة مشت شباب. بس لحظة، 26 مارس اللي اصطبقن على الصفحة، بس خلي اشوف الشردون من عندي. لا وياهم جهال، عبالك الشي جهال وياهم. شباب ممنون من عندكم الداعمين، كلكم على راسي، الكبس الشير، الف رحمة على والديكم. ارد اجيب ابو خليل، بلكت الله فاتح ابو خليل. أبو خليل مصيبة، أبو خليل. أبو خليل سلام. ها أبو شاين. أبو خليل فاتح. جيبه جيبه. سادة الدعوات، عمار تعرف تعرف الفنان، يعني أنت اليوم فنان، أريد أسألك على فنان، أحد الفنانين العراقيين الكبار، تحياتنا له. صلاح حسن. إيه. صلاح حسن انا شفته مره خطيه بموقف صندوق اسود، يعني قصه هاي. ايه شنو الموقف؟ عمار يوم من الايام بال 93 تزوجت بنت وزير الدفاع، بوقتها كان عدنان خير الله رحمه الله على روح القائد العظيم عدنان خير الله، كان ضابط وزير الدفاع بوقتها. هذا يسموه محبوب الجيش، عرفت شلون؟ صارت خطوبه بنته، وبيومها عدي كان موجود. عدي كان مسوي علاقة ويا أحد الفنانات اللي ما أقدر أذكر اسمها، أنا مو بصير إشكالات. فالبنية مثل العافتة أخذ الإلهام على نهر دجلة، كتب راح هو على أبو عوجة، قال له أبو عوجة ورقة وقلم، طاور ورقة وقلم، ورقة وقلم، كتب القصيدة. انتهيت انتهيت أنا بعدك انتهيت، حاولت أنسى عيونك بس ما لقيت، من هالسوالف. صدق كان تصير الخطوبة مال بيت عدنان خير الله، وكان ما تحس ذاك اللي قاعدين قصهي وعلى أبو أوديو وذيك الدولة، أنا ذاك الحاكم أنا قاعد دائما بالقصر الجمهوري، رتبة عقيد بوني. اتصل عليه بوقتها قصهي، قال أقول لك ما تجي، قلت له شكو، قال هذا بس يجي أحس أنه مشكلة على عدي، يقصد يعني كان عدي كل ما يخرب الحفلات. هذا كان شنو يروح على نهر دجله يجيب مشروب مال بعشيقه يا ابو التبدوره، يقعد يشرب وعلى ابو عوجه يقرا له بالقصيده، هو يظل يبكي. قال له يا ابو اكو فنان جديد طالع مصور اغنيه بالبلن، ابو عليك كان طب صلاح حسن، كانت بوقتها عده برازيلي لونها حمراء مضروبه شامله الورق. اي اغنيه كان اللي على البلن؟ مال انتهيت انتهيت بعدك انتهيت. الحاصل الأغنية الكلمات اللي كاتبها كان عدي، يعني بلحظة غضب وذيك قالت له بعد ما نتراهم حبيبتي صاحبنا ما يدري ما يدري، نزلوها بالجرايد كلمات الأستاذ وهذا هذا، دقوم القفن يسوين أغنية. اجى بعيد، اجى بالخطوبة مال بيت عدنان خير الله، أول أغنية إله لابس بوقتها كان مربي ذيل وشعره أحمر نيجرو لحد الآن أتذكره بعد شاب. أيوه ولابس قاط ابيض من هذا العريض. كان ذاك الوقت كان ستايله. اي كان ستايل هذا، وقبل كانوا الشباب مكرم السامع يلبسون هذا الحذاء القبقلي ابو الحيايه الروغان. طاب وهذا واحمراني يتذكر بكل تفاصيله. اي وشعره احمراني وذيل مسوي نيجرو ضارب منها حفر. فبالاخير قاعدين من هو عدي وعلى ابو عوج الحمايه مالته، كان هو راس صاحبنا يغني. انتهيت انتهيت انا بعدك انتهيت، حاولت انسى عيونك بس لقيت، كان يقول ايش لقيت على بعد يجيب تعال. لا عمار ليش تضحك؟ لا مو اتذكر صندوق، اتذكر الموقف يعني، تخيلت الموقف يعني بصراحه. صندوق اسود صلاح حسن هسه اسمعني.
تدري خطايا السوالة؟ ايش سوالة؟ قال له على بعاجة أبيدك تجيب بايسيكل ثمانية. قال له أريدك تجيب بايسيكل 28، تتذكر البايسيكل ما تصنيع العسكر هذا ال 28 ورا سلة ورا سلة صح. فطيه طب ابو صلاح حسن بالمسبح بوقتها عدا يسوى ضرب قاذفة بالقاعة احترقت البدلة مال العروس شالوها ذبوها بالمسبح. صلاح حسن شرد من الباب كان يروح يجيبه ويجي على بعوده كان يصعدونه ببايسيكل صعدوه بالبايسيكل وكان يربطون بالبايسيكل حبل شدوه بيمن بالان هانجا مال المارسيدس وعدي على بعوده يسوق وطلعوا بيه وصلوا بيه جسر دياله. اي هذا خطيه مو بايسيكل وسياره جره بايسيكل سريع قام يطير شعره هيك قام يسوي من الهواء اخذوه على السريع مال جسر دياله. كان عدي ينزل الجامعة كان يقول له ها بعدك نجيت حاولت تنسوه منك بس ما أريدك تحس بالعذاب اللي حس منه وغطاك الكلمات بكتها وطلع على أثرها صلاح حسن للأردن وبعدين سافر وعاش حزين بعيد عن أهله وعن ناسه. تحياتنا له يا با تحياتنا له والله. أغنية انتهيت كانت الكلمات يعني للتاريخ مال بس لحنها تركي تدري اي مو هو عود راضي يضيعها راضي يضيعها لقى الكلمات بالجريدة كانت تنزل جريدة صوت الشباب أول قصيدة كتبوها مال ابن الرئيس فهذا صاحبنا قارئ جريدة يقوم يلقف الكلمات ويسوي هنا. أبو شاهين عندي إلك أسئلة. أنا حاضر أنا أموت على أسئلتك. يلا لا بس أسئلتي المرة غير يعني أي. بس هاي إلك يعني بس تجاوب بجديات أبو شاهين. أنا إنسان صريح أنت مو تدري والله صريح أكيد. أبو شاهين هناك الذين يمدحون في الظلام ماذا يشاهدون؟ يشاهدون الضوء. لولا سواد الليل ما طلعت بدر. الضوء هو الطاقة التي تسلطها على الضوء على العين فيحدث الأبصار. يمدحهم بالظلام لأن يشوفون بالضوء ظلمة. شلون الدنيا بعد الستينات نظرك أبو شاهين؟ أنا بعد عمر 60 يعني بسنة الستينات 1960 الدنيا بعد الستينات شنو صار؟ شلون تشوفها؟ التغيير بعد الستينات التغيير اللي صار من العهد الملكي إلى الدولة الجمهورية حكم الجمهوري صارت هواي تغييرات سياسية وتغيرت حتى نفوس الناس بسبب الحروب اللي صارت هناك. يعني كانت فترة الستينات فترة ازدهار العراق كانت المحافظات كلها مزدهرة وخاصة يعني أحكي لك أنا أعطيك مثال على أحد المحافظات اللي هي البصرة كانوا يسموها عروس الخليج. شلون؟ كانت الناس على نيتها بعدين من دخلنا الدوامات يعني كانت الناس حتى الشاخة أناقة ثقافة أنت تشوف الشعب العراقي أنا ذاك سترة وقميص واقف على إشارة مع كرامات الدولة قليل بس بسبب الحروب اللي صارت من بعد تغيير الحكم من الملكي إلى جمهوري انجر العراق عالم تتقدم وإحنا بدنا نرجع لورا للأسف. صح أبو شاهين الدنيا إيش مليانة أسئلة ولا أجوبة؟ مليانة أسئلة ما لها جواب. حلو أبو شاهين شنو الآن يدور في رأسك سؤال؟ سؤال دائما يدور برأسي يعني شنو السبب أو يعني بالعراقي يقولوا ليش دائما ليش ما يعني لقيت لك واحد يلقى جواب والليش يعني بالمختصر المفيد راح أقول لك إياها كنا صغار نحلم كل شي نصير كبرنا وكل شي ما صرنا يعني مرات الإنسان يتمنى يرجع صغير
ذاك الطفل اللي مدلل عند اهله اللي ينام ما يفكر ما بتحمل مسؤوليه حاس بالامان بوجود اهله داير ما داير. انت كل ما تكبر بالعمر كل ما تكبر مسؤوليتك. واحنا العراقيين بصوره عامه خلينا نحكيها صراحه من الشمال للجنوب كذا ما ارتاحنا لا فتره شبابنا ولا بكبرتنا عن التشوه دائما المواطن العراقي مش فتره شبابه خلص له شغل له عسكريه وبعدين يتزوج مسؤوليه ومن يكبر خطيه حتى ما يموت موته حلوه يموت مريض يتمرض ويموت تعذب ويموت. كل احنا راح نكون بالجنة بسبب العذاب اللي شفناه بالحياه. صح ابو شاهين تقرا لغاندي او لستالين وتعرف انه هذا سلام وهذا حرب. اي شغالهم اثنين بس مرات يقول يعني اللي ذكرته ثاني واحد ما اقدر اقول اسمه بالله في حكم موقعي انا وين اسب اوروبا عنده مقوله جدا جميله يقول يعني هو ضارب بيها مقوله غاندي قال انت اذا اعلنت الحرب السلام هو انتصار اما اذا بدات الحرب فالتراجع هو جبن. عرفت شو يعني مرات انت تسمع اخبار راح تصير مشكله بس السلام هو الانتصار يعني ما تدخل نفسك بهيك مشكله تفسير للعام ما اما اذا بدت المشكله بعد تراجع عنها جبن لازم تطبيها تتحمل مسؤوليتها. فكانت اكو قرارات ياخذها انا ذاك سوت شيء بالمجتمع غيرت شغلات كل إنسان عنده إيجابيات وسلبيات. صح أبو شاهين لو أنت بالعراق ولو كنت ببغداد شنو اللي ياخذك مشي من بغداد إلى الناصرية؟ شنو الشيء اللي يخليك تمشي مشو من بغداد إلى الناصرية؟ ظرف الاستثناء ممكن إذا ما حصل السيارة وهذا يعني أروح مشي. جربت تأخذ حكمة من مجنون؟ طبعاً أخذ الحكمة من أفواه المجانين. مجنون مرات يحكي شغلات العاقل ما يقدر يسويها مثل ما هو. صح أبو شاهين من يتقدم بيك العمر شنو اللي يتأخر بيك؟ من يتقدم بي العمر؟ من يتقدم بيك العمر شنو اللي يتأخر بيك؟ يعني إيش قد ما يتقدم بيك العمر صورة عامة مثل ما تقول تفسرها تقول اليوم أحسن من باكر. اليوم أحسن من بعض ما مستقبل مجهول. هل تغار على نفسك بنعم أو لا؟ غار على نفسي ما أفتهم سؤالك. أنت تغار على نفسك شون يعني فسر لي إياها أكثر. أنت يعني أنا دا أسألك السؤال غار من شخص مقابل يعني لا انت تغار على نفسك انت. طبعا انا عز نفسي غار علي. الانسان لازم يتقي من نفسه لان الانسان عندما يتقي من نفس المقابل يعني مجبر ان يحترم عزة النفس ده. يقول خل روح شاهين من الناس اكثر سعادة على هذه الارض؟ شنو شاهين؟ واحد كتب شعر حلو يقول خل روحك بعز دوم ببالك تذلها ولا تطلب الحاجات إلا من أهلها. مرات الإنسان إذا طلب من شخص حاجة بالخطأ يعني من الشخص الخطأ وذاك يعني باوع له بالصورة الصغيرة يصير يعني عنده احتقار نفسه. فلازم الإنسان يعز نفسه بهيك شيء مهما كان الظرف اللي هو بيه. سوس رحم الله والديك شلون؟ أبو شاهين من أكثر سعادة على هذه الأرض؟ أكثر يعني من الناس أكثر سعادة على هذه الأرض؟ من هو؟ واحد سعيد على هذه الأرض كل واحد وعنده
كل واحد يعد دوامه براسه بس ما اخذها بالمكابر ولا واحد مرتاح للصدق. حتى اللي يحققون نجاحات اي هو شلون يحقق نجاحات غير بعد ما عصر الوقت فراحت مونة السعادة اللي هو بيه. الإنسان السعيد على هاي الأرض من يعني من البشرية هو بس المجنون. مجنون سعيد من دائما يضحك اللي هو طالع من الواقع. شلون بغداد؟ يا نعم بكل النواحي بغداد حتى يعني حتى ريحتها تختلف عن باقي المدن. يقول يعني ما انا ما اريد اقول لك هسه امدح بغداد خاف انه بيقولون حالك حال اللي قاعدين برا. يقول ما نلقى مثل بغداد هم احنا لها اولاد وهو صار 30 سنه بالغربه. بغداد يعني عاصمه بلدك تعتز بيها عاصمه العالم سابقا. بغداد بلد الرشيد المدينه المدوره التاريخ الثقافه الحب والسلام. بغداد يهتز اللسان عن وصف. الله الله شكرا ابو شاهين. طبعا اللي ما يعرفون مرات اشوف تعليقات يعني يمكن 4-3 حبايب انا بس هذا عندي فقره لا اكثر بس تغيير مجرد تغيير الروتين. لا حلو هذا فقره عندي تغيير الصوت بس فقط. شلون ابو شاهين من يغير الصوت ويغني صار يعني فقره حلوه حبينا هاي الفقره اللي عنده تغيير فقط. تمام حبايب تمام وصلت فكرة وصل هذا أبو شاهين أجبتك حلو والله والرأس زعل. لا 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 رأي مدز دعوة من شنة من شنة بالجولة. يجوز كان طالع لحظة خلي أرجع الصوت. يجوز كان طالع جولة باوع هاي دز باوع شنو جا شنو شنو جا شنو دز يقول هاي كتابته يقول يلا ماكو مشكله راح اسد اللايف. ما اعرف يعني شنو يسد اللايف لان دز دعوه ما لا لا يقولون بس يخلص الجوله ويجي نفذ حكم. شوفه جاي اكتب له قل له تعال يقول ما عندي مجال يمكن زعل. لا 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 ابدا ابدا يجوز هو هم ما شايف شو اسمه يعني ما شايف ال عشان الرسالة. لا هسه كتب لي يقول ما يحتاج يقول ما يحتاج صديق هو دز لك لا لا ما دز لي بعد اللي على راحته يا عمار يجوز بس يخلص الجولة ويجي. الأسئلة اللي تريد تسألني ما سألني اياها انا حاضر. تريد اسألك انا عمار؟ لا انا عندي اسئلة راح اسألك اياهم بعد شوية بس خلي يجون الشباب سووا يقولون خلي كمل الاسئلة انا جاهز للجواب. ها والله بالصوت هذاك الصوت الروحي صوت الروح. طيب هالمرة ناخذ أسئلة من الناس. جنرال حبيب قلبي رائد يقول قاعد يحكي باللايف يقول أنا ما أسوي نجاحي ما أعلق نجاحي على شخص معين ما أعرف شنو يقصد من خلال كذا. شنو يقول انا ما اعلق نجاحي على شخص معين يكتبون ممكن من قال شيء بالتعليقات ممكن شوشره ممكن يعني على منو دي يقصد مرات تصير شوشره بالتعليقات انا لازم اسمعها من عنده عرفت شو. لا لا اكيد لا تسمع كلام التعليقات اكيد لا. مرات شباب يقولون باللايف يعني بس يريد يسوي مشكله لايفات. والله صحيح والله اكو ناس بس دور مشاكل ما عليك منهم المحبين اللي يحبونك يعني ويحبون يحبون اللايف بصوره عامه حافظ على هدوء واستمراريه اللايف لان هو متولع متونس وقاعد مضيع وقت يستمع ما
ممكن يستقر، ممكن يتونس، ممكن يغير جو. بس أكبر ما أعرف عمار يعني حاط لصفحة لا هو لمصعدها، حاط لصفحة لا هو لمصعدها، لا هو أبو محتوى، لا هو المستفاد، بس يكتب بالتعليقات يسوي مشاكل بين العالم. هذا محتوى وصفحته ما صعد 200-300 ندل على شيء يدل بس على أنه هو ما يحب الخير لغيره، فهو واقف بنفس المكان. والله وشاهين يعني الواحد ما يتابع التعليقات تهلقت، لأنه يكون ناس تسوي فتن وتسوي مشاكل. يعني أنا أساسا هم كاتبين أنا عبالي يعني من ربعنا أو لا لا إن شاء الله ماكو شيء، الأمور طيبة. دقيقة دقيقة خلي أجيب رايد لحظة. هلا بيك هلا وبجيتك هلا 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 بيك هلا. السلام عليكم رايد.